بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة، وما أجملها من حلقة كيف لا، وهي في أيام ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وابنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام. فمبارك لنا ولكم هذه الذكرى المباركة، أو هاتان الذكريان المباركتان، جعلهم الله لنا ولكم عيدا سعيدا في الدنيا وهناءة ورحمة في الآخرة إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم ومبارك لك هذا اليوم المبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أيامكم. لنا ولكم إن شاء الله، شكرا جزيلا. الحديث عن الرسالة المحمدية سيدنا، لطفا إذا نقدر نبدي بهذا الحديث. فترة قياسية جدا بحياة الأمة، انتقلت من الظلام إلى النور في 23 سنة فقط، وإحنا نعرف أنه هذا الزمن غير كافي لتصحيح مسار ثلاث أفراد فردين. كيف استطاع الرسول؟ هل هناك إعجاز إلهي سماوي؟ أم كانت شخصية الرسول هي القادرة على نقل الأمة من حال إلى نقيضة؟ تفضلوا سيدي. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم أيضا وللإخوة المشاهدين هذا اليوم العظيم، يوم ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنصافا يوم كما ذكرتم أنه ما أحسنه وأبركه وأهنأه علينا جميعا، يوم ولد خير البشر إنصافا، نعم، وخير الأولين والآخرين، وذلك ب تصريح القرآن الكريم على أنه وإنك لعلى خلق عظيم. أحسنت. في واقع الحال أيها الأحبة، سؤال إنصافا جوهري، أنه شوف إحنا مراكز دراسات وجامعات وكليات، كليات عظيمة وجامعات رصينة ومناهج عميقة، تحاول أن تصنع جيل معين. شوف مولانا الكريم، نعم، أنه تذبذب، تراجع، انتكاسة وعدم نجاح واضح. وما أريد أروح بعيد، يعني شوفون أنه ثورات عظيمة صارت، الثورة الفرنسية، الثورة البلشفية، الثورة على حال الثورات الدينية الأخرى، نعم، يعني نشوف بعد فترة يعني 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 70 سنة، نعم، الثورة البلشفية شو تراجعت وفشلت، والناس هم صاروا على حال نوع من الارتداد عن الفكر. ولكن لما نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالقياس إلى وبالنظر إلى نوعية المجتمع اللي كان يعيشه، مجتمع جاهلي متردي، صلف متكبر، لا إنسانية، لا علم، لا وجدان، لا دين، لا أخلاق، كل شيء ما عنده، واقع مجتمع يأكل. أرجوكم يعني الآن جت ببالي، أرجوكم إذا تردون تعرفون المجتمع الجاهلي الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وآله في المكة، في مكة والمدينة أو الجزيرة العربية، اقرأوا بداية خطبة الزهراء صلى الله عليه وسلم. أنا وش كنتوا أنتوا وش كنتوا؟ وأبي خلصكم، أبي أنقذكم، أبي، هي تكلم أنه أبوي سوى إنجازات والدها الكريم، وإنصافا تضرب بالصميم. نعم، إحنا نقرأ على حال كتب التاريخ اللي موجودة بالأكاديميات والمدارس، نصها تزوير ونصها تخفيف ونصها عروبية، وتدرون يعني يردون ليشوهون السمعة، يحاولوا أن يضعفوا القبح الكبير اللي كان، إلا ما ذكر مثلا صراحة بالقرآن، بالقرآن وأد البنات وكذا. فأقول إيش شكل المجتمع؟ يجي واحد لا عنده وجاهة سياسية،
لا عند إمكانية مالية، لا عند ما أدري مولانا شهادة كذائية، رجل حسب تعبير الروايات رجل يتيم طيب، ما عرف عنه المحاربة والصلافة، إنما عرف عنه أنه كان صادقا أمينا، الصادق الأمين. أمين. هذا يجي رجال وعنده كلمة وعنده رسالة ويطرحها في خلال مدة قياسية انصافا. أستاذ مرتضى، احنا بعض الأحيان نقيس الأشياء بقياسات غلط. نعم. بقياسات غلط، مثلا أقول لابني أنت ما تعلمت الكتابة صار لك 3 سنوات بالمدرسة. طبعا 3 سنوات واحد بالمدرسة ما يعرف يكتب اسمه، هذا كلش حسب تعبيرنا فشل. نعم. ليش؟ لأن تعلم الكتابة في 3 سنوات لابد أنه في خلال 3 أشهر، 3 أشهر تعلم كتابة، أو خلال سنة دراسية تعلم كتابة، فتعلم الكتابة بالنسبة للزمن يحتاج وقت. أما تغير أمة، تبدل أمة، ربع قرن قليل، ربع قرن قليل. قيم سيدنا، قيم اللي تبدلت بلي بلي. ويأكل بيد اليمنى حول لليسر. أحسنتم. يعني فالتبدل في الهوية، تبدل في التفكير، تبدل في النمط، اللي هذا كان يدفن بنته صغيرة لطيفة تبكي كذا ويدفنها وبدون أي إحساس، هو هذا نفسه بدأ يكرم المرأة ويعطيها مكانة ويعطيها احترام، ويقوم إليها أبوها يقوم إليها، يقبل يدها. عندنا روايات أن كان رسول الله يقبل يد فاطمة، يجلسها في محله، يقول فداها أبوها. زين، هذا غير وجهة نظر، غير ثقافة، غير هوية، غير على حال رؤية. وهذا ليس في واقع الحال أمرا إعجازيا. نعم. كما البعض يحلو له أنه يفسر شنو أمر إعجازي، مو الشكل. إخواني، خل أقول بصراحة خل أحكي. شوفوا، أكو قضايا واقعية تلعب دور، قضايا واقعية تلعب دور. القائد، اسمحوا لي أتكلم، قلت بصراحة، القائد إذا إنسان متقلب، إنسان غير مستقيم، إنسان غير ذكي أو غير واعي، عنده حسب تعبيرنا طفرات من هنا إلى هناك، الأمة ما تثق به، يعني ما عندها ثقة. هذا شنو؟ مرة يمين، مرة يسار، مرة افعل، مرة اجلس، مرة كذا، فما عندها ثقة. رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى للأمة كما هي مدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. نعم. أعطت للأمة شيء على أنه أكو شيء اسمه صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم مجموعة حدود إلهية وقيم اجتماعية وأخلاقيات إنسانية، هذا لابد نحافظ عليها، ولو على حساب فلوسنا، على حساب أرواحنا، على حساب اعتباراتنا، مو مهم، لأنه هذه أهم. لذلك من قتل على حال دون عرضه فهو شهيد. نعم. قتل دون عرضه، لأن العرض قيمة مهمة. من قتل دون دينه فهو شهيد. فشوفوا، بعد جاء أقول أكو فرد شيء اسمه ثوابت الدين. نعم. وثوابت المشروع، هذه الثوابت لازم نحافظ عليها. الناس رأوا في محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل، وفي أولاده الكرام، رأوا شيء اسمه استقامة ووحدة. حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. ورأوا الناس على أن ما يقوله رسول الله قاله الإمام محمد الجواد صلى الله عليه وآله، ما ذكره رسول الله تمسك به علي بن أبي طالب. يعني ماكو شيء اسمها أكو مصلحة، أكو سياسة، أكو كذا تنازل هنا. كان على عهد الرسول وأنا أحرم. أحسن. هذه ماكو، يعني ماكو شيء اسمه مصالح سياسية، مصالح اقتصادية كذا، لا لا لا، دين.
والدين بمعنى أنه حد، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا كنقطة أولى جاء أتكلم عنهم. الأمة عندما تجد في قائدها، عندما تجد في رئيسها حالة من المبدئية حالة من المبدئية فد عبارة هواي لطيفة أكوس جت ببالي، حالة من الحسم والحزم في تمشية المشروع وإنجاح المشروع، الأمة تثق. نعم الأمة تثق. لذلك أنت سامعين، يمكن أنا سامع إخواني، يمكن تسامعين، أكو بعض المجتمعات يقول أنا أطيع فلان ومغمض. ليش؟ لأنه إحنا جربناه يخاف الله وما عنده مصلحة وخطواته حكيمة، خطواته حكيمة، لذلك أنا أمشي وراه، أنا أمشي وراه. علي يقول كنت أتبع محمدا كاتباع الفصيل لأثر أمه. الفصيل لأثر أمه، هذا الفصيل لما يمشي يخلي رجله مكان رجل أمه، لأن يثق أنه مكان رجل أمه وليس يعني ليس مكانا خطيرا، يتبعها. وكنت عبدا من عبيد محمد، مو أنه عبدا يعني أعبده، لا عبدا يعني خدمه، يعني مطيع له، لأنه أعرفه أنه لا يدخلني في فساد ولا يخرجني من صلاح. هذه الثقة، ثقة الأمة بقائدها، نقطة مهمة جدا. هذا واحد. اثنين، نعم. تسألني كيف تأتي هذه الثقة، يعني شلون رسول الله صلى الله عليه وسلم زرع في الأمة أن تثق به وأن تؤمن به وأن تصدقه. جواب هناك خصوصيات في شخصيته أعطت هذه الإعازات إلى الناس. نعم صادق لا يغير ولا يكذب ولا كذا لأمر 40 سنة عرفه أكثر من 40 سنة. أمين لم يخن، لم يتخلف، لم يزور، لم كذا. هذا في واقع الحال لما الأمة عرفت على أن هذا الرجل بهالطريقة هذه. شوفوا أجيب لكم في القضية حتى لو ناخذ وقت، لأنه فضل يستاهل اليوم، فضل هو يوم خاص فعلا. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاهل إنصاف واحد يتكلم عنه. شوفوا إخواني، يقول كنا ندخل على رسول الله ولا نعرفه محمدا ولا نميزه بين أصحابه. ليش؟ لأنه يجلس كجلستهم وكان كأحدنا، كان كأحدنا، يصفه أمير المؤمنين، ولا يعرف بين الغرباء. حتى قيل له يا رسول الله هذه فد حجارة فد كذا، أقول عليها صخرة، كان يأبه. شوفوا هذا النوع من النكران للذات، هذا النوع من شو يسموه أنتوا، الانكسار الداخلي على أنه أنا لست إلا أحدكم. هذه في واقع الحال تتقيمة. نعم تتقيمة. القصة اللي أقولها هي هاي. في اليوم واحد من أصحاب رسول الله، تدرون أصحاب رسول الله هوسة، اسمحوا لي أقول هالكلمة، يعني بعضهم أجوا للإسلام ولكن جذور الجاهلية كبران عليها، ناشئ عليها، وفيهم أناس عظماء أصحاب دين. أنا عربي وأنت عجمي، وأنا أبيض وأنت أسود، وأنا حضري وأنت بدوي، كانت هيتشي. فديهم من الأيام مولان الأجل واحد من ذولا حقر البلال، قال له يا ابن السوداء، بلغة اليوم عنصرية، أحسنت، يا ابن السوداء تأذى بلال، تأذى. بس هذاك ما أقول اسمه، فشخصية عليها، تأذى بلال تأذى. وعلم رسول الله بذلك. شباب اسمعوني جيدا، الرسول بس افتهم أكو هيك خبر، أنا واحد محقر واحد، رسول الله ما قال شيئا. ولكن ذاك اللي اعتدى، يعني اللي قال له يا ابن السوداء، فهم أن رسول الله علم بذلك. قال وصلت القضية إلى سيدنا رسول الله، ما قال، بس رسول الله خفف وياه حسب تعبيرنا الترحاب، يعني لما دخل ما قال أهلا بعزيزي بأخي، ما قال مثلا، أو أهلا بمثلا قرة عيني، ما قال،
شوي ثقيلوا يا رسول الله. تعرفون أخواني هذا الثقل، هذا النوع من الانكماش في التعامل مع هذا المسيء، إيش سوى؟ تدرون إيش سوى؟ قلبه حتى بدأ يضج ويبكي، يضرب على رأسه، يا رسول الله والله أنا مشتبه. ما قال له شيء رسول الله، ما قال له شيء، بس طريقة تعامل أنه أنت أخطأت، وهذا مو أسلوب، هذا مو إسلام. يقول أنه حاول أن ذهب إلى شنو؟ ذهب إلى بلال، قال له خلى وجهه على الأرض، وضع وجهه على الأرض، قال يا بلال دوس، خلي رجلك على خدي. بلال يقول له لا، يقول لا إلا دوس، هذا الكبرياء لازم أنا أكسره. شلون صاروا هالشكل شبابنا؟ شلون صاروا هالشكل؟ ذولا كانوا ناس شايفين نفسهم عرب وأشراف وقبيلة وعشيرة وقريش. نعم. شنو اللي صار؟ أن بلال يخلي وجهه يقول له تعال دوس بقدمك على وجهي حتى هذه نفسي تنكسر. اللي كانوا يعاملون العبيد كالحيوانات. كالحيوانات بل أشد. هذه لأنه رسول الله كان له مصداقية، وكان خلوقا عظيما مربيا بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. وإذا واقعا يعني صار وقت أثناء الحلقة أذكر لكم وصف أمير المؤمنين لرسول الله، شيء عجيب غريب. زين، هي هذا إخواني. ولذلك القرآن شيء يقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ترى يا محمد ذاتياتك خوش ذاتيات، أنت طيب، خلت الناس تجتمع حولك، خلت الناس تلبي مطالبك، خلت الناس أنه تتقبلك، أنت طيب مو فظ ولا غليظ القلب. بعض جماعتك ترى غلظان، بعض جماعتك شوية جلفين، ترى ذولا يمكن يأثرون على مشروعك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود، قيل له يا رسول الله لمه؟ ليش سورة هود تشيبك؟ قال فيها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هؤلاء الذين تابوا معي شيبوني، كل ما أريد أجيبهم للصح تأخذهم الحمية، تأخذهم الجاهلية، تأخذهم الكذا. فأيها الأحبة، أزمتنا اليوم بشكل واضح أقول أزمتنا اليوم ليست أزمة مال، وليست أزمة وجاهة، وليست أزمة سياسة، وليست أزمة أمن، مو أزمة أمنية، أزمة أخلاق. أزمة الأخلاق لو تنحل، يعني لو المهندس يعمل بشكل صحيح، ما صير هاي اللي صار في ما أدري صالة الأعراس. لأن المهندس لو كان أمينا، لو كان أو صاحب المشروع لو كان صادقا مع نفسه، ما يسوي أو ما يصنع فرد مشروع قابل للاحتراق وقابل الاشتعال وقابل كذا. هذا الموظف لو يشتغل صحيح، يعني أخلاقيات العمل، أخلاقيات التعامل، أخلاقيات المهنة، أخلاقيات التعامل، لو تصير كل هالمشاكل تنحل، كل هالمشاكل تنحل. وأوجزها أمير المؤمنين في كلمة للإمام الحسن، إيش قال له الإمام الحسن؟ أمير المؤمنين عنده حكايات هواي مهمة له. قال يا بني أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، نعم، واكره له ما تكره لها. اتخلي نفسك مقياس الآخرين، لو تكون واقعا يكون الآخرين بالنسبة إليك كنفسك، راح كثير من التعاملات، كثير من التصرفات، كثير من على حال مشاكل تنحل. نعم، رسول الله بأخلاقه، رسول الله برزانته، بشخصيته، أنجح مشروعه الكبير الذي الآن تقريبا جيد مولانا، شنو هو سيدنا؟ ربع العالم. أي ربع العالم، عدد كبير جدا. نعم، ربع العالم الآن، العالم 7 مليارات، احنا تقريبا مليارين، مليارين أو أكثر من ربع العالم هم يتبعون محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صلي على محمد وعلى محمد. شكرا سيدنا على هذه الإجابات المهمة. على بركة الله نبدأ بالاستقبال، استقبال مشاركاتكم إخواني الكرام. أول متصل الأخ حيدر، تفضل يا حيدر. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله أخي. بالنسبة لاستخدام الغربي على مدى الخضارات التسعة، أبو القاعد وأبو ماربو على الغربي، إن شاء الله تسمع الجواب. سؤال آخر. والسؤال الثاني، لا أقول لك أبو الكمول على الحذاء الجلد، شلون تطهيره؟ واضح.
والسؤال الثالث الجل على الشعر يمنع الوضوء مال الجل. الجل بس اذا تسمح لي حيدر، الجل انواع، تقصد هذا اللي يظل هيك جامد كانه طبقه على الشعر مثبت؟ ايوه مثبت، يصير هيك طبقه على الشعر. واكو دهن، الدهن يعزلها من الدهن، اكو دهن او دهن، واضح. واكو هذا زيت الزيتون، زيت الزيتون هم مرات نخليه. تمام. ايه اشكرك تحياتي لك، شكرا جزيلا اخي الكريم. قبل الإجابة على الأخ حيدر نأخذ اتصال أخ صادق، تفضل يا أخي صادق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا سيد رشيد. يسمعكم السلام، تفضلوا. بارك الله بكم، تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياك الله، بارك الله بك. الله يسلمك سيدنا، أنا أعمل بصفة محامي. تجيني دعاوى عندنا بالقانون إنه يحكمون بأتعاب محاماة على الطرف اللي يصدر الدعوة. الطرف اللي يكسر الدعوة مرات مواطن عادي، ومرات لا شخص معنوي اللي هي مرات الدولة هذا تشتكي على الوزارة، وزارة التعليم، وزارة النفط، وأنا متفق ويا اللي وكلني هاي الدعوة، يحق لي إنه آخذ من الطرف اللي خسر الدعوة هاي الأتعاب أو ما يحق لي؟ ها، من اللي خسر الدعوة. واضح. من اللي خسر الدعوة. تمام. الأخ صادق عزيزي، ممكن سؤال باعتبارك محامي وعندك تواصل مع هذا السلك، بشكل عام تقدر تنطيني نسبة للمحامين اللي لما تجيهم قضايا باطلة يرفض ما يترافع عنها؟ والله يعني هي كلمة تتبع أخلاقه ودينه، يعني أكو دعاوى نشوف فيها ظلم إحنا ما ندخل فيها. أعوذ بالله. حتى لو فلوسها يعني هواية. لا يعني الأعم الأغلب الناس تدخل. شكرا لك أخي صادق، تحياتي لك، وتسمع الجواب إن شاء الله بعد قليل. نبدأ بالأخ حيدر سيدنا، ما يعرف بالحمام الغربي والتطهر من هذه النجاسة. حبيبي شوف، الخراطات التسعة يعني شنو؟ خراطات التسعة يعني تنظيف المجرى من بقايا البول، خلاص تنظيف المجرى، سواء كنت قاعد أو كنت واقف أو كذا، وجلوس على الغربي يمكن لك ذلك، يعني باعتبار أنه المجرى أمامك يمكن أنه ماذا؟ أن تسحب ما كان فيه. وكأنه سيدنا يتخوف من القطرات اللي تصعد. يظهر شوية عند الأخ وسواس، وسوسة، هذه خففها عنك. لا أعتبر. وبالنسبة للحذاء كيف الجلد كيف يطهره؟ يعني البول ليس شو يسمونه أنتو؟ نعم سيدنا. هذا الأميري شو يسمونه؟ أي الصمغ. ليس صمغ الأمير ولا السيكوتين، يعني بول، هو بول في نجاسة يزول بالماء، دير عليه ماء خلاص، صح، ما يحتاج لا عصر ولا شيء من هذا. المثبت الشعر سيدنا على الشعر، شوفوا الجل مثل ما جنابك قلت أنه أكو، لا بس هي مادة مثبتة مثل حسب تعبير مثل الزيت الشكر شون يعني دبق زين، هذا الدبق ما في مشكلة يعني، لأن ليس فيه مادة عازلة وإنها مادة مثبتة، فأنت تقدر تمسح على شعرك ما في مشكلة. أما إذا كان فيه لال زيت ودهن، وهذا الدهن يحجب وصول، يعني ما يسموك أنت مسحت رأسك، أنت مسحت الدهن اللي على شعرك، هذا في إشكال. أم محمد أختي الكريمة تفضلي، فقدنا اتصالها. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لعبة هندية بامتياز اسمها كيرا، لعبة اسمها كيرم. لعبة؟ اي لعبة على الموبايل اسمها كيرم، لعبة هندية. احب اعرف رأي السيد بها. ما اعرفها والله. شنو هي؟ اشرح لي عنها. لعبة كيرم لعبة ما ادري شلون، مثل البليارد بس بشكل لعبة خارجية يعني. تمام، اخي العزيز اذا ممكن يعني تمهلنا للاسبوع المقبل، خلي يطلع جناب السيد عليها حتى نشوف اذا كانت، بس دزلنا اسمها على كيرم. كيرم لعبة هندية. كيرم تمام، لعبة هندية. اعرف انا جيت على هذا على الانترنت ما لقيت الجواب. ان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم، تحياتي لك، شكرا جزيلا. الله يوفقك، مع السلامه ان شاء الله يعني بعد الاطلاع عليها. الاخ صادق سيدنا المحامي، احيانا سيدنا المحكمه تحكم على احد الطرفين انه هو يتحمل تكاليف المحامي مو الشخص اللي يوكل المحامي، فيقول يصير ناخذ من عنده هذا الخسر الدعوه؟ في
في واقع الحال شوفوا يسموه اكو محامي استخدام، يعني الدولة هي تخلي محامي، ذاك ما لي انا ما احتاج محامي والدولة هي استخدمته وهي تطيب. مرة لا، انا اريد محامي واكو قانون او اكو تعليمات انه اللي يخسر القضية هو يدفع، وهذه كأنما يفهموه، يعني أنت تفهم على أن الأمر هكذا، ويقول إيه أنا على حق وهذاك على باطل وأنا أتحمل تبعاته. هنا أنا ما في إشكال، ليش؟ من باب الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. اسمح لي بمداخلة سيدة. نعم. بس للتوضيح هذا الموضوع. أحيانا سيدنا أني أقيم دعوة على شخص معين أو على مؤسسة. جيد. يعني شخصية مادية أو معنوية، فلما أكسبها وأنا موكل المحامي، من ضمن قرارات المحكمة أنه أنتوا المشتكى عليكم، مدة عليكم، أنتوا تدفعون تكاليف هذا المحامي. أها أحسنتم. نعم. والمشتكى منه أو المنكر أو المدعى عليه هو دخل في هذا الأمر على أنه أنا أدافع عن نفسي وأنا ما. نعم. مقصر. يقول له ترى إذا خسرت هذا أنت تدفع، يقول له إيه أنا أدفع. فحالة من شنو، حالة من الإقدام على هذا الأمر، وإلا من أول يقول يا ترى أنا ما أتحمل لأن القضية كذا، فإقدام على الأمر هذا يلزمه بما أقدم عليه. أحسنتم سيدنا. نأخذ مشاركة أخرى، بس قبل أن نأخذ رسالة صوتية نذكر الإخوان الكرام بإمكانهم أن يصورون، يخلون كاميرا الموبايل على الكود الموجود أسفل يمين الشاشة حتى يدخلون إلى تطبيق المجيب، نافع جدا، وبإمكانهم أن يرسلوا الرسائل الصوتية عبر التطبيق الواتساب على الرقم الموجود أسفل الشاشة أو الاتصال. وبصراحة احنا نفضل الاتصال لأنه أكو بعض الأسئلة تحتاج استيضاح واستفهام. أبو أحمد تفضل. رحم الله والديك. عندي فس. تفضل عيوني أخوي. رحم الله والديك. بالركعة الثالثة من أقوم صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، زين؟ عندي سؤال، السؤال يقول يعني من أقوم مثل بالسبحانيات أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أبدأ أكمل أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. زين. اشتباها السيد يسألك، أنت تشتبه يعني سبق لسان؟ لا ما أشتبه. يعني بس جائز، يعني هذا جائز أم مكروه؟ يعني عمدًا تقول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. بعد أنا هاي مستمر عليها، يعني استمر عليها صار لفترة يعني طويلة. تعود على هذا الشيء. جيد. تمام. سؤال آخر أبو أحمد. نعم. ما عندك سؤال آخر؟ لا ما عندي سؤال آخر. شكرا لك، تحياتي لحضرتك. تفضلوا سيدنا. على هالقضية. نعم. هذه. نعم. شوف حبيبي، من زاد في صلاته، اسمعوا جيدا شباب، من زاد في صلاته عمدا على أنه عمدا على أنه جزء من الصلاة، على أن هذا جزء من الصلاة، هنا صلاة باطل. ليش؟ لأنه ما زاد في الصلاة وما ينقص منها عمدا هذا مبطل الصلاة. وأنت إذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم على أنه هذا هو واجب أو هذا جزء، هنا مشكل. ليش؟ أنه أوجبت ما لم يوجبه الله. تقول لا سيدنا، أنا إذا تبارك. نعم. اسمعوا جيدا، إذا تبارك بسم الله الرحمن الرحيم من باب حصل ثواب البسملة. لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فقولك بسم الله الرحمن الرحيم بنية شنو؟ بنية البركة، بنية حصول الثواب، ما في إشكال. ولكن لا تكون بنية أنه هذا هو واجب وأنا أؤدي. أحسنتم سيدنا. حسين أخوي الكريم تفضل. حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام، حياكم الله. نبارك لكم هذا اليوم العظيم، يوم ولاية الرسول الأكرم والإمام الصادق. الله يبارك. سلام الله عليكم. حياك الله أخي حسين، تفضل. سيدنا سؤالي صار عندنا خلاف بالبيت، يعني الحجامة الإنسان اللي يسوي الحجامة يجمع بين الوضوء والتيمم، هذا عرف يعني الفقهي. نعم. اي ف يعني جواب الفقه، فاريد سماحتكم تبين انه هذا يعني هل الجواب هذا صحيح، يعني يجمع بين التيمم والوضوء؟ ليش يجمع بين؟ لان النجاسه راح تصير، يعني ما يقدر يزيل النجاسه بالماء باعتبار يتيمم سوى الحجامه، فاكيد دم يعني صار بظهره فنسحها بالكنس مو بالماء. واضح. ان شاء الله تسمع الجواب اخ حسين، تحياتنا. شكرا جزيلا. سيدنا بدقيقه، بنصف دقيقه اذا امكن تتكلم لنا عن الحجامه باعتبارها سنه نبويه.
إذا أمكن. عليه حال حجامة من السنن النبوية المعروفة، وهي مستحبة في أوقات محددة وبطريقة محددة حسب تعبير الفصد، يعني يطلعون الدم من أماكن ضمن خبرة معينة، سواء نعم. من الظهر أو من الرأس أو من الأرض. الإجابة سيدنا، فهذا أمر مستحب ولا إشكال فيه، ويختلف عن التبرع بالدم. التبرع بالدم شيء آخر، هذه قضية على حال حتى طبيا يمكن الآن أكو دراسات في هذا المجال. أما جناب الأخ يقول اللي يسوي حجامة لازم يجمع بين الوضوء التيمم، لا ماكو شيء. لا، أنا لما أحجم، رجاء انتبهوا، لما أحجم علي حال أنتظر فترة إلى أنه حسب تعبيرنا ينشف المكان، ويمكن أسبح أسبح أسبح، وبعدين أخلي لواصق وأتوضى، وظهري ما لربط لا وضوئي ولا هم يحزنون، لأنه مكان الغسل الوضوء الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، ما لربط بالظهر، فلا لا يأتي أمر التيمم أصلا، وإنما الوضوء والوضوء بشكل كامل بدون أي مشكلة. نعم أكو قد يكون أكو دم كذا، هذا الدم لا يؤثر إذا كان على حال لا يسري إلى الملابس. حسنتم سيدنا الأخ حيدر، تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. شوف ملاك سيدنا، السؤال بلا زحمة. تفضل. أنا متزوج صار لي 4 سنوات ونص تقريبا، وراء يعني زواج فترة زوجتي خانتني وي أخوي، يعني زنت وياه بدون علمي بدون علمي. ف يا ترى يعني، والآن استوني يلا عرفت بأنه هي خانتني، من بعض قالوا للناس أنه خانتني، فإذا رجعت زوجتي من أهلها هي سزعلان عدالة، إذا رجعت هل تبقى زوجتي أم حرام علي؟ بس لحظة لحظة حيدر، يعني انت بنيت على حكاية سمعتها؟ نعم. انت بنيت واتهمت هذه المرأة على حكاية سمعتها؟ لو تبينت الحقيقة. نعم. نعم نعم، انا متاكد بانه متاكد من هذا الكلام، بانه هي زينت ويا اخوي. اعترفت؟ هو اعترف شنو؟ اعترفوا؟ لا لا لا، اترك التلفزيون اسمعني، نص التلفزيون او طفيه واسمعني. من لسانها قالت انا خنتك، يعني اعترفت. هي اعترفت، هي اعترفت وهو اعترف ايضا. فانت هسه تريد ترجعها؟ نعم. انت تريد ترجعها هسه؟ لا، هسا اكو مشاكل صارت بين الطرفين، بيني وبين زوجتي، اذا رجعتها تبقى زوجتي حلالي لو حرام علي؟ يعني الصراحه انا اتكلم كلام رجاء اسمعه جيد. شكرا حيدر، تحياتنا لك، تفضل سيدي. رحم الله دكتور نطال سحمه. نعم، هاي المشكله انه الخيانه الزوجيه، مشكله الاعتداءات على حال اللي يصير بسبب هاي الحياه المشتركه، كنا بالبيت وأربع ولد وكلهم حموينها، وتدري بعض الأحيان الشيطان وكذا، وهذا الأمر يصير. فأولا أكو قاعدة فقهية تقول الحرام لا يحرم الحلال، أكررها، الحرام لا يحرم الحلال، الحلال حلال، وإن ارتكبت ما ارتكبت ولكن تبقى الزوجية على حالها، تبقى الزوجية على حالها. ولكن راح أتكلم كلام آخر غير الفقه، هذا فقه، أنت هي زوجتك وعلى حال ما حرمت عليك، بس أكو كلام آخر. الزوجة اللي بهل صلافة وتخون وبعدين هي تزعل وتروح، يعني ما أنه كذا، هذه في واقع الحال لا تؤتمن، لا تؤتمن، ولا بد الإنسان أن يكون شديدا. ليش؟ لأن هالشكل امرأة في واقع الحال يمكن أن يتكرر منها الأمر، وعندي من التجارب ما لا تعد، أنه وسامحها زوجها لأن يحبها وكذا، وبعدين شاف مرة ثانية اتصالات، وشاف مرة ثانية تواصلات، فالقضية في واقع الحال لابد من بت فيها وإنهائها، لأنه هكذا حالة فيها من المشاكل ما يشيب لها الرأس. حسنتم سيدنا. أم حسين تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي شلون صحتك؟ حياكم الله أختي، تفضلي.
عندي سؤالين. نعم. أول سؤال، أنا شو اسمه هذا أجنبية كان مال مواني باسم والدي. نعم. ووالدي توفى خلاه باسم نسيبنا، احنا ما عندنا كله بنات وباسم نسيبنا. وهسه بنته جابه وبنته بالبغداد تنازلت الخاله، هو باسم مدينه يحطونه باسم خاله وتنازلت له، يقولون هسه الولدي ولدي وبناتي والعالم يقولون على لازم يعطونا حق امها. زين. هو بس شيء بس مجرد سجل ما حد عندنا وسجل باسمه. هو انا هذا السؤال اقول، ليش سجل باسمه؟ ليش سجل باسم النسيب؟ سجل باسمه لان ما عندنا احد، كان كله بنات عندنا واحد صغير. نعم. ليش ما ظل باسمه هو باسم والدك يعني؟ والدي طلعوا تقاعد. طلعوا تقاعد. وهسه يقولوا احنا ما اعطونا لا حصه ولا شيء، عندهم بيوت وعندهم شيء. فهو سجل باسمه شكليا يعني، مو وهب لي اياه اخذه. لا لا مو وهب لي اياه شيء، بس يقولون لا لازم هو باسمه لازم يعطون ورث الامها وامها. تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام حسين، وشكرا جزيلا. ثاني السؤال الثاني. تفضلي تفضلي اذا عندي سؤال. الصلاه نصلي مع الظهر الصبح المغرب ما في الذمه، بس اقول ما مثل الشهر وهاي راسا ادخل بالصلاه اصلي فرض قرب الله وتعالى، اصلي فرض الصبح قرب الله وتعالى والله اكبر. هاي واضح واضح. اما شنو باشكال بس ما في الذمه. سمعين الجواب ان شاء الله، وشكرا جزيلا اختي الكريمه. شوفوا بعض الاحيان اكو اباء او رجال او نساء يسجلون املاكهم باسم الاخرين، بس هذا لا يعني انه انا انطيتك اياه. قلت له بابا أنا ما أقدر أراجع الدوائر وكذا، خلي البيت باسمك ابني، بس هو بيتي. والله هذا المكان ما أقدر أنا أتابع قضايا القانونية أو كذا، فأخليه باسم بنتي بس هو إلي. هذا تسجيل قانوني، تسجيل إداري، وليس تمليكا شنو شرعيا. موهبة. فأنت أمين، والأمين لابد أن يعيد الأمانة لمن؟ إلى أهلها. فهذا يعني النسيب ما يملك البيت، البيت لمن؟ لأولاد وبنات صاحب البيت. وما إلى أي حق. وإذا مات أمه وأخوته وخواته وما أدري أولاده ما يرثون. وعليه رجاء التفتوا، وعليه أي واحد سأنا رشيد الحسيني أكو ملك باسمي، ناس عليه حال من الفضلاء بالحوزة وغير عراقي مشتري بيت وما يسجلون الملك باسمه، قال سيدي خلي باسمك، بس أنا كاتب وصية، كاتب أن بيت فلان لفلان، أن البيت الفلاني لفلان وليس من أموالي، أكتب هذا حتى ما تصير مشاكل. أحسنتم. لا، حتى أولادي لا يطيحون في الحرام. نعم. هذا الأمر على حال لا بد منه. أحسنتم سيدنا زهراء. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولضيفك الكريم استاذ محترم. الله يحفظكم. الله. عندي استشاره ويا سيد رشيد. تفضلي. بخصوص زواج. تفضلي. عندي اخويا مواليد 94 وبعد ما متزوج، وهسه ان شاء الله احنا ناويين نلاقي له بيت حلال، بس البنيه اللي لاقيها عائله محترمه شريفه عفيفه محافظين، كلش خوش ناس، حمام اخواتها. نعم. بس هم كانوا ساكنين بالريف انتقلوا للمدينة. صحيح. هذا الموضوع شوية محيرنا، أريد السيد يوجهني. فأنت يعني قلقة من هذا الموضوع أنه هم مو نفس حياتكم الاجتماعية؟ إيه هم إيه عافية بالضبط من هذا الشيء، بس هم كشرف وعفة اليوم هذا ما نتواجد، ما قام ما يتواجد. صحيح. الشرف والعفة والالتزام، التزام ديني عندهم كلش قوي. تمام. محافظين بشكل ويوالي من العائلة من هاي الناحية. صحيح. الله يتممها على خير إن شاء الله يا أختي الزهراء، ومبارك مقدما. تسمعين الجواب إن شاء الله من السيد. شكرا جزيلا عندك. حياكم الله أختي. أنا شاكر إليك اتصالك، وشاكر إليك اهتمامك، وشاكر إليك في واقع الحال دقتك. يعني واحد يدي الزوج أخوها يلا جيبوا وبعدين نجرب ما صار، هذا يبين أنه أنت صاحبة عليه حال وعي وفهم، وأنا أشكر هذا التداخل معنا. شوفي أختي الكريمة، أنا عندي فت قاعدة أكررها. فضل. عندي قاعدة بالحياة وهي قاعدة إسلامية يعني شرعية، أن الإنسان لابد في كل مشروع، يعني أريد أفتح لي دكان
أدفلح دكان، لازم أفكر في النقاط الإيجابية وأفكر في النقاط السلبية. أنا إذا فتحت الدكان راح أنشغل، هاي نقطة إيجابية، راح أربح نقطة إيجابية، راح أكسب مدري الناس نقطة إيجابية، بس أكو نقطة سلبية، الكهرباء عندنا مشكلة مولدة وكذا، وعندنا مثلا ما عندي صانع زين، نقطة سلبية. ولكن لما أشوف النقاط الإيجابية أكثر من السلبية فأرجح شنو؟ أرجح فتح المشروع. هسه سيدنا إيجابية أنه عائلة محتشمة الفقهاء شي يقولون لابد الإنسان أن يشوف الملاكات، ملاكات يعني المصالح والمفاسد، إيش قد مصلحة وإيش قد نقاط إيجابية وإيش قد نقاط سلبية. هذول عائلة شريفة ومتدينة وحبابين وخلوقين و و و و، ولكن هؤلاء أهل ريف وجايين بالولاية، والآن بس هذه أنه هؤلاء أهل ريف وإحنا أهل طبعاً هاي بحد ذاتها سيدنا، بس للتوضيح للمشاهد، هاي بحد ذاتها ما تعتبر سلبية، بس بما أنه هذول عائلة من المدينة وهاي عائلة من الريف. طبعاً. يعني أقول أنه شوفي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وغير، يعني شوف أنه لما تجي وحدة شريفة ومؤدبة حتى لو كانت أمة خلوها بالكم، أمة يعني عبدة، أئمتنا بأكثر نسوانهم إماء بس ربوهن، بس عدلوهن وعلى حال هذبوهن. وأنا أعتقد بيني وإذا مع النقاط اللي قلتيها أنهم كل الجهات جيدين، عمامهم خوالهم مؤدبين، حجاب وأخلاق، شنو اللي يريد بعد ما بعد الحجاب والأخلاق؟ شنو يريد؟ عفتها، حجابها، أخلاقها، عائلتها، هذا خير من كل شيء. فلذلك هاي الأمر أعتقد ليس شيئا يستدعي التوقف، وسلمونا على العريس إن شاء الله تعالى، الله يتمم بخير. أحسنتم سيدنا. أم محمد أختي الكريمة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أدي سؤالين. تفضلي. أنا بالسبعينيات حقيت تركية. نعم. وهاي التركية استحيت أوديها لصاحبتها قبل 60 سنة. فبالثمانينات توفى صاحبتها. هي تك وحدة يعني. واستحيت أودي لها، فظلت عدي بالثمانينات، هي توفت البنية. بال 2009 أعطيتها لأختها فلوس. الأختها؟ قلت لها أمك تبرير الذمة، ما أعرف أنا بعد برت لي الذمة أم لا، فإنسانة قلقة سيد ما أعرف شو سوى. سؤال أم محمد لا تسمحي لي، تقولين أنا لقيتها واستحيت أنطيها، عادة إيه اللي يلقي حاجة مو يستحي ينطيها. استحيت ما عاد قلت لها، قلت خاف شو اسمه، ظنيت أنا يعني خاف أنا بقيتها أو هاي، لقيتها بالشارع أنا وهي طلعت سارة إلها تك وحدة. واضح 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 واضح. السؤال الثاني بالتسعينيات، ما تدري بديك الظروف يعني حرب الكويت، ماكو حطب بالهاي قليل، فأخذت من جيراني خشب من بيتهم وقاعد يبنونهم، وأخذت خشب ما أعرف لمن أعطيه فلوسه. واضح صحيح. الله يوفقك. شكرا جزيلا أختي الكريمة، ألف شكر، تحياتنا. نرجع لسؤال الأخت أم حسين، أظن ما جاوبناها سيدنا السؤال الثاني اللي هي الصلاة، صلاة القضاء، تقول بدون أذان وإقامة أنا أصليها. ما في مشكلة، واحد تدخل للصلاة بدون أذان وإقامة، لأن الأذان والإقامة مستحبة، فالإنسان ما يريد يأذن ما في مشكلة، ولكن ثواب الأذان والإقامة كبير، ثواب الأذان والإقامة كبير كلش. واحد يقول ما أريد هذا الثواب، إذا كمل أنا واجب عليه لا إشكال في ذلك. تمام، تفضلوا سيدنا بخصوص سؤالي الأخت أم محمد. الأول كان عن لما لقت التركية واستحت تنطيها الصاحب. لما يعثر الإنسان على شيء، إذا كان يعرف صاحبه فلا بد أن يعطيه لصاحبه، وإذا ما يعرفه لازم يكتب إعلانات لمدة سنة إلى أن يجي صاحبه. الأخت الكريمة عثرت على شيء وتعرف صاحبتها، بس قالت أخاف يشكون بي وأخاف يتهموني، فالشيطان هم ما أنطاها على حال فرصة أن تنطيها، بقت والآن يأنبها ضميرها. أختي أعطتها بعدين البتة. إيه هذا إيه، ولكن أنت في واقع الحال الحجية، أنت كان مفروض أنه توصليها بأي طريقة من الطرق، ما وصلت، ماتت المرأة، رحتي إلى بيتها، تروحين بيتها مو كافي، يعني لابد أنه كل الورثة أولادها وبناتها ولابة القضية هالشكل، القضية هالشكل. الإمام الحسين عنده كلمة هواي لطيفة، الإمام الحسين عنده كلمة هو العار ولا النار،
وإني شوي أستحي ولو شوية كان هذا القضية هيك. أنا الآن خابرت السيد على البرنامج وقال لي يا جماعة ترى هالشكل ابرونا الذمة خلاص لا أشكال فيه. تمام أحسنتم سيدنا. محمد تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم. أنا أسأل السيد عن مسألة الحلول لقضية الحسد أو النفس الموجودة دائما. الحسد؟ شنو الحلول المتاحة وفق الشريعة وفق الدين إذا يعني أنا صراحة جدا متضرر من مسألة الحسد والنفس يعني في رزقي في عافيتي في كل الأمور اللي هل أكو مخارج بالدين لهذه القضية؟ إن شاء الله تسمع. وأكون شاكر لكم. تحياتنا لك شكرا جزيلا. خلينا ناخذ اخر اتصال من ام رضا. تفضلي اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي. شلونك سيد؟ حياك الله بارك الله فيك. سلمك الله. تفضلي. سيد سؤالي انا معلمه مدرسه وعندي انزلاق غضروفي فتعبانه يعني كل الشهر السنه. رحت الدكتور يعني للعياده. قلت له قبل لا أسوي إجراءات الإجازة أنت شوف وضعي بينك ما بين الله أحتاج إجازة 6 شهور أو ما أحتاج. فقال وضع لازم تحتاجين إجازة 6 شهور. رحت سويت الإجراءات. أنت تدري بوضعنا الحالي يعني بالمستشفى شلون خلية يعني صايرة ما يمشون أي شيء لا ما بفلوس. قالوا لي إجازتك ما تمشي إلا بفلوس. لا إله. فأنا والله حائرة بين يعني ما أعرف أبقى فلوس حلال حرام ما أدري. تمام شكرا يا أختي يا أم رضا. شكرا شكرا. تحياتنا لحضرتك مع ألف سلامة. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات. سيدنا نفس الأخت أم محمد سألت بالفترة مظلمة حطب ماكو بالبيت أخذت من خشب جيرانها اللي كانوا يبنون وتقول ما أعرف أسأل من أنطيهم فلوس أو قيمة. قدري هذا الحطب اللي أخذتيش قيس سعره وتصدقي بي عن أصحابه ما تدري أصحابه مينه. فقدري إيش قيت حطب 10,000 20,000 100,000 إيش قيت وتعطيه صدقة عن أصحابه. حسنتم سيدنا. الحسد ومشكلة العين. أول شيء العين نفس الحسد لو شيء ثاني وشلون نتخلص منه؟ في الواقع تعبير على أنه القرآن هم تعرض إلى هذا الأمر في على حال سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. وعندنا آيات تتكلم على أن أئمة الهدى وأولياء الله حسدوا أم يحسدون الناس على ما آتاهم. فلا بد الإنسان على حال بشكل أو بآخر يلتمس من الله سبحانه وتعالى على أن يبتعد عن هذه الآفة آفة الحسد اللي قد تكون موجودة عند البعض. سيدنا شلون راح أبين عدة أمور. تفضل اسمحوا لي أنا بس إذا أمكن بنصف دقيقة نكون الأمر الأول أنه دائما أقرأ الآيات اللي يسموها المعوذات الأربعة. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه أربعة آيات اللي يسموها تبدأ سور. بالقل أربعة سور هذه جيدة. وآية وإن يكاد الذين يزلقونك بأبصارهم هذه أيضا واحد يقرأها البعض يعلقها سيدنا ببيته جيد ولكن أنت تقرأها. الأمر الثالث الثاني أن التصدق صدقة لدفع العين. الأمر الثالث قراءة سورة آية الكرسي يوميا لما تطلع قراءة الكرسي وانفخ دار مدارك. الأمر الأخير اللي هو مهم جدا اخفي أمرك عن الناس. ماكو داعي بث مباشر ها احنا في تركيا احنا في أنطاكيا واحنا في مدينة منورة. هذه يجعل الآخرين ماكو داعي اشتريت السيارة فلان شو رأيكم كذا. ماكو داعي الأمور اخفيها لأنه اخفائها في الواقع حتى لا يعرضك إلى العيون الحاسدة. أم رضا سيدنا مضطرة لدفع حسب ما افتهمنا لدفع الرشوة حتى تمشي إجازتها الحقيقية. إجازة شنو؟ هي عندها انزلاق غضروفي والطبيب قالها لازم تقعدين 6 أشهر بالمستشفى إلا رشوة الله يمشون سيدنا بالإجازة. هي ادعاء الأخت أم رضا. في واقع الحال يعني إذا أمكن إنسان يروح إلى مستشفى أخرى يروح إلى مختبر آخر ما أعرف يعني واحد يبين حقيقة أنه أنا يعني ما أريد إجازة مرضية. فإذا ماكو انحصر الأمر بكل المؤسسات لا سمح الله كلهم يردون هذا وأنا حقي الطبيعي وراح أتضرر ف
فلا إشكال في دفعه، ولكن بنية أن هذا أمر لا أرضى به. أحسنتم سيدنا. وبعد إذن سماحة السيد، هم توجيه بسيط للأخت الكريمة، في الدوائر الحكومية هناك رقم ساخن للمحاربة الفساد يا أختي الكريمة، خلي نخابر عليه، حتى إذا اضطرينا للحظة من اللحظات أن ندفعها حتى نمشي أمورنا قانونا أو عفوا شرعا اللي نقدر نمشيها، فهذا الرقم خلينا نتصل عليه، لأنه إذا أنا سكتت وحضرتك سكتتي راح يبقى الوضع على ما هو عليه. شكرا جزيلا سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية على كل ما تفضلتم به، شكرا لكم. سلمكم الله، بارك الله بكم. الشكر موصول لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات على طيب المتابعة، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت. شكرا، في رعاية الله وحمده.